السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في المحاضرة ديت هنتكلم عن برامج التحليل والتصميم. حبيت بس إن أنا أرتب أفكار الناس قبل ما نبدأ في المشاريع، يبقوا عارفين إيه البرامج اللي عندنا وبنستخدمها في إيه وهنستخدمها في إيه في المشاريع اللي عندنا والكلام ده كله. طبعا ده بالنسبة للناس اللي أول مرة تشتغل على البرامج، تمام؟ طيب نبدأ كده يا باشمهندسين. مبدئيا كده قبل ما نتعرف على البرامج بتاعتنا، خلينا نعرف الشركات المنتجة للبرامج. عندنا شركات كتيرة جدا في مجال إنتاج برامج التصميم. طيب أهمهم هي شركة سي اس اي، تمام، وشركة اوتوديسك، تمام، واللي ظاهرة جديد هي شركة المايداس، ولكن ظاهرة بقوة يعني. طبعا في غيرهم كتيرة جدا بس أنا بكلمك على الأهم يعني. طيب بالنسبة لشركة سي اس اي أو كمبيوتر اند ستراكشر، دي بتنتج لنا إيه يا باشمهندسين؟ دي عندها طبعا برامج كتيرة جدا برضو، اهمهم عندنا برنامج ساب 2000 وسي اس اي سيف وسي اس اي ايتاب وسي اس اي كولوم. دولت اللي احنا بنستخدمهم بكثره في الحقيقه. طيب ايه الفرق ما بينهم يا باشمهندسين؟ ساب هو البرنامج، يعتبر البرنامج الام يعني، اول البرامج اللي انتجتها شركه سي اس اي واللي كنا بنستخدمه دايما، هو برنامج شامل ولكن هو برنامج تحليل. ساب اختصاره Structure Analysis Program، يعني هو متخصص في التحليل الإنشائي، يعني مش بيصمم. هو في الحقيقة بيصمم فريم إيليمنت، ولكن طبعا مش دقيق. خلاص؟ ولكن هو مميز جدا في التحليل. يعني إيه تحليل يا هندسة؟ يعني زي ما كنا بنتعلم في المحاضرات اللي فاتت، إن إحنا بنروح نحسب الأحمال، وبعد ما نحسب الأحمال نروح نجيب إيه؟ نروح نجيب البندنج مومنت والشير فورس والكلام ده كله. ده ديت الستريننج أكشن. الساب يعمل لك الكلام ده. تمام؟ طيب بعد ما كنا بنعمل الكلام ده، كنا بنروح اكشن ديت ونروح نحسب منها ايه؟ نروح نحسب منها الحديد، ده اسمه ديزاين. تمام؟ ساب مش بيصمم، هو بيحلل بس. خلاص؟ طيب بيعمل ايه الساب ده يا باشمهندسين؟ قلنا بيعمل تحليل. طيب ليه؟ بيعمل تحليل للبلاطات، بيعمل تحليل للكاميرات، كمان بيعمل تحليل للمنشآت العالية، يعني تقدر تصمم عليه المنشآت العالية وتحسب القوة الزلزالية وقوة الرياح سواء استاتيك أو دايناميك، وكمان التحليل اللا خطي زي البوش أوفر أناليسز والتايم هيستوري والكلام ده كله الساب بيعمله، ولكن كل ده زي ما قلت لك في إطار إيه؟ في إطار التحليل. طيب ما هو برنامج كويس جدا دلوقتي يا باشمهندس، بيعمل كل حاجة. طيب ليه ما بنستخدموش دلوقتي كتير والكلام ده؟ زي ما قلت لك هو برنامج بيحلل، تمام؟ بيحلل بس، دلوقتي بقى في برامج بتصمم كمان. تمام؟ طيب مش بس كده، برنامج الساب يعني في مشاكل زي ايه مثلا؟ زي مثلا احنا مثلا في المنشآت العالية بنعتمد على الشير وولز ومقاومة القوى الجانبية، تمام؟ برنامج الساب ما فيهوش اوبشن او مش يعني ما عندهوش ان هو يمثل لك الشير وولز مثلا زي برنامج الايتاب. لا، برنامج الساب بتروح بقى تتحايل على البرنامج، تعمله مثلا زي فريم اليمنت، عمود كده مثلا، او بلاطه واقفه، تمام، وده طبعا بيتعبنا في اخراج النتائج والكلام ده، ولكن هو برنامج كويس جدا في التحليل. خلاص؟ ولكن زي ما قلت لك ده بيستهلك مننا وقت وعدم دقه كبيره يعني في وجود برامج تانية، تمام، هنتكلم عليها دلوقتي. خلاص؟ طيب بعد كده عندنا برنامج السيف. برنامج السيف هو برنامج مخصص في تصميم العناصر المسطحه زي ايه؟ زي البلاطات بانواعها، تمام، سواء سوليد سلاب، فلات سلاب، ريبد سلاب، هولو بلوك سلاب، تمام، ووافل سلاب، والاساسات بانواعها كذلك. خلاص؟ ومميز جدا في تصميم، وكذلك بيصمم البوست تنشن، تمام، زي ما قلت لك هو مميز جدا في تصميم البلاطات والاساسات العناصر المسطحه. طيب بعد كده يا باشمهندسين عندنا برنامج الايتاب، وهو ده السبب الرئيسي اللي خلانا نبطل استخدام برنامج الساب في تصميم المنشآت المرتفعة. برنامج الإيتاب هو برنامج مخصص في تصميم المنشآت المرتفعة، برنامج مميز جدا، سهل جدا في التعامل، تمام، سهل جدا في إخراج النتائج، يعمل لك كل التشيكات اللي أنت عايز تعملها مهما كانت، تمام. برنامج الساب فيه بعض التشيكات مش متاحة عليه، تمام، حتى التشيكات اللي احنا بنعملها عليه بنعملها حتى بتحايل برضه على البرنامج يعني، تمام، وبطريقه طبعا صعبه واخراج النتائج يعني. برنامج الساب يعني هو برنامج يعتبر القديم يعني، تمام، اما السيف والايتاب يعتبر هما التحديث بتاع برنامج الساب، تمام. برنامج السيف زي ما قلنا بيصمم
وكذلك بيصمم، تمام، على طبعا على الاكواد اللي موجوده على البرنامج. يعني كده خدنا الميزه اللي في برنامج الساب اللي هي التحليل، وكذلك ضفنا عليها ايه؟ ضفنا عليها الديزاين. طيب بالنسبه للايتاب، الايتاب برنامج شامل. يعني ايه برنامج شامل؟ يعني البرنامج بيعمل لك اناليسز ويعمل لك ديزاين، ومش بس كده، يعني بيعمل لك اناليسز وديزاين سواء لبلاطات او لكاميرات، ومش بس كده، بيصمم كمان المنشات المرتفعه، تمام، يحسب لك القوه الزلزاليه، يعمل لك تحليل خطي او لا خطي، تمام، يحسب لك احمال الرياح، يعمل لك اي تشيكات، وكذلك فاهم يعني ايه شير وول، تمام، والكلام ده كله. خلاص يا هندسه، تمام، اخراج النتائج عليه كمان سهله، تمام، وبيعمل لك كل التشيكات، تمام. فاذا احنا بطلنا يعتبر نستخدم برنامج الساب في التحليل الزلزالي او المنشات المرتفعه، يعتبر بسبب برنامج الايتاب. خلاص، طيب الايتاب برنامج شامل يعمل لنا كل حاجه، يعني انت ممكن تصمم المنشا كله عليه وما تخرجش بره البرنامج، خلاص، حتى ما تحتاجش برنامج السيف. ولكن هنقول لك ليه برضو بنستخدم برنامج السيف لغايه دلوقتي ما دام برنامج الايتاب شامل. هقول لك ليه بعدين. خلاص، طيب عندنا كمان برنامج جميل جدا من انتاج شركه سي اس اي اسمه سي اس اي كولو، وده خاص بتصميم الاعمده، تمام، يقدر يحلل لك الاعمده، تمام، يعني مثلا تدخل له الفورسز معاك عمود اهو، تدخل له الفورسز سواء فورسز نورمال فورس او بيندنج مومنت، تمام، جايه من الزلازل، ويتشك لك والله، يرسم لك ايه، يرسم لك الانتراكشن دياجرام بتاعنا، تمام، ويقول لك والله ايه سيف والله ان سيف. خلاص، ويقدر كذلك هو اللي يصمم لك، تدي له القطاع بس وتدي له الاحمال وهو يخرج لك التسليم، تمام، وكذلك يقدر يصمم لك الاعمده الطويله اللونج كولو، تمام يا هندسه. طيب ده برضو ليه استخدام، قلنا الايتاب برنامج شامل يصمم لي الاعمده وكل حاجه، ولكن برضو بنحتاج برنامج سي اس اي كولوم، برضو هنتكلم في الحاجات ديت في ديزاين المشاريع ان شاء الله. خلاص، ده بالنسبه لشركه سي اس اي، تمام. برامج شركه سي اس اي هي البرامج الاكثر اعتمادا على مستوى العالم، كل دول الخليج شغالين بيها، تمام، وبالاخص البرنامجين دول، تمام، السيف والايتاب، تمام، السيف والايتاب يعتبر هما البرنامجين اللي بنعتمد عليهم بشكل اساسي. الساب برضه بنعتمد عليه برضه في شويه حاجات بسيطه كده، وهنتكلم عنها يعني ايه في الديزاين. خلاص، طيب عندنا شركه اوتوديسك بقى يا باشمهندسين. اوتوديسك اللي هي اللي عامله برنامج الاوتوكاد، طبعا برنامج الاوتوكاد برنامج غني عن التعريف، برنامج رسم طبعا، ده اللي بنخرج بيه اللوحات وبنستخدمه برضه في مراحل الديزاين والكلام ده. حديثا انتجت لنا برنامج وهو يعتبر التحديث بقى لبرنامج الاوتوكاد، وشغال بتقنيه البيم، تمام، يعني فاهم يعني ايه كاميرا، وفاهم يعني ايه عمود والكلام ده كله، كمان بيعمل لك حصر كميات وبيسلح لك وشوب درونج، بيعمل لك كل حاجه، تمام. طيب وكذلك بيرسم طبعا في 3 دي، طب برضه الاوتوكاد بيرسم في 3 دي، تمام، ولكن زي ما قلت لك هو مش شغال بتقنيه البيم، اما الريفيت شغال بتقنيه البيم. دولت برامج رسم، دولت برامج رسم مش برامج تصميم. خلاص يا هندسه، اوتوديسك برضه ما سابتش التصميم، راحت عملت لنا برنامج اوتوديسك روبوت ستراكشر اناليسيس بروفيشنال، تمام، برنامج الروبوت، برنامج الروبوت برنامج تحليل وتصميم، برنامج محترم جدا جدا، هو شبه جدا برنامج الايتاب، تمام، برنامج شامل بيعمل لك كل حاجه، تصميم بيعمل لك طبعا التحليل زي ما قلنا، وبيعمل لك بقى تصميم كل العناصر سواء بلاطات كاميرات، تمام، وبيحسب لك الاحمال الجانبيه وبيصمم لك الاعمال الجانبيه، تقدر تصنع عليه كل حاجه، تمام، برنامج شامل يعني، وبرنامج كويس جدا، ولكن هو لسه يعتبر مش معتمد. هو طبعا برنامج معتمد، ولكن انا اقصد مش معتمد في المكاتب والشركات الكبيره، يعني مش بنعتمد عليه قد كده، ولكن في شركات شغاله بيه وفي مكاتب شغاله بيه، ولكن حتى المكاتب والشركات اللي شغاله بيه مش شغاله بيه ومعتمده عليه لوحده، تمام، لا دايما مثلا ممكن تعمل كاتشيك مثلا، صممت على الايتاب وتروح تصمم على الروبوت تشوف الدنيا فيها ايه، يعني تقارن ما بين النتائج، تمام، وده اللي احنا هنعمله في الكورس بتاعنا، يعني الكورس المدفوع هنعمل كده، يعني مثلا المنشأ العالي هنصممه على الايتاب وهنصممه على الروبوت، كذلك المنشأ المتوسط هنتكلم في الكلام ده كمان شويه. خلاص، طيب عندنا برضو شركه الميداس، شركه الميداس حديثا
كويسة، تمام. أنتجت لنا ميداس جين، وفي برضو كذا برنامج هي ما أنتجاه برضو متفرع من ميداس جين، في ميداس إن جين وميداس ديزاين وميداس دروينج والحاجات دي كلها، ولكن ميداس جين هو الرئيسي، يعني عامل زي برنامج الإتاب عندنا كده وبرنامج الروبوتين. برضو الميداس برنامج شامل يعني برضو بيعمل لك كل حاجة، ولكن برضو لسه مش معتمد برضو في الشركات والكلام ده، ولكن هو برنامج كويس جدا، وكل متنبأ ليه ان هو المستقبل، يعني هو المستقبل وهو اللي هنعتمد عليه. خلاص يا هندسة، طيب فهمنا ايه من الكلام ده كله؟ فهمنا ان احنا الاكثر اهمية هي برامج شركة سي اس اي، تمام، وديت اللي هيكون اعتمادنا الكبير عليها، تمام.